هنا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذا كي غاد مع القرايه، كي غاد مع الزواج، كي غاد مع اختي مع الحماله؟ كي دايرين والديكم؟ خوالاتي اللي كيتفرجوا فيا قد ماما، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحيه ليكم، الله يسهل عليكم. ما تنساوش الكلاب ديالي، الا عجبكم الفيديو ديالي وشتوني كنصحك تخلف لي واحد اللايك. زهونه في حالكم مؤخرا، وليتو كتخلوا لي بزاف ديال الجيم، ودوك لي جيم ميمكنش على فرحه البنات، ميمكنش على فرحه كتخليوها ليا في قلبي والله العظيم، حيتاش الفيديو تنضرب عليه تمار وداكشي، داكشي علاش كنبغي هكا يا لالاك. وبيان سور بخاطركم اليوم ان شاء الله غادي توجدوا معايا اختي الموعد غرامي مع زوجي، وان شاء الله غادي نصور لكم الفلوغ ديال هذا الموعد الغرامي من موراها. المهم دابا غير غادي نتوجدوا مع بعضياتنا وداكشي، وغادي ندير ميكاب اللي يكون هكايا. المهم اي ما عنديش فكره، زعما بغيت ندير الغوز، مع انني عندي بنيه وليت تلمي الغوز، انا اصلا تيعجبني الغوز. اول حاجه كنت ديالي غادي نبدل اللنسز بنات، ها نتوما بلا ما تبقاو تنتقدوني تقولوا لي رجعوا داك اللنسز راه اوفر، هادي شهيتهم اختي هادشي اللي طلعوا، واش نخليهم راه كيضيعوا البنات. بلاتي غنقطع ونرجع لكم باش ما تصدقوش. جبدتهم عرفتوا احسن حاجه هي هاد البولات اللي لصقت، ها هما جبدتهم، هادو عمرني ما درتهم، درت ميه في الدار وحيدتهم، طقم جداد ديال لورانس اليومات اليومات وقيلة يومات ولي بلي. هما البنات راه مباشرة ماشي مجهدين تال الدرجة، مي في الفيديو جو بونس والإضاءة غادي يبانو مجهدين، بيان سوغ يدين كيكونو نقيين فاش كنبغيو نديرو لانساز ضروري، فاش نبغيو نحيدوهم كذلك نغسلو يدينا باش هكا كيبقاو لينا نقيين، وحتى العين ديالنا مكيدخلوهمش اختي دوك الجراثيم المجرثمة. عرفتو واعرين والله، واعرين مباشرة، واعرين عارفاهم واقيلا يقدرو يقنطوكم من مباشرة، فنين والله. أنا كيفاش كنلصق هاد البنات لي لونتي هكا كديرو لهم بحال زليفة أو هادي فيها شي حاجة، هادي خشات تشلل فيها شي حاجة، كنقلبها على جوج جوايع باش ما يبقى فيها حتى شي حاجه، واحسن حاجه هي كديروا فيهم الماء بحال هكا وكديرهم في عينيكم وهما فازقين. عندينا صفير صافي نروح والله الا مباشره فني. المهم انا غادي ننزل لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا كيبان لكم بحال الجن. المهم ديروا شي حاجه، المهم خليوني اختي، خليوني اختي على خاطري وفهموني، وانا تشهيت اختي لي لونتي وبغيت نديرهم بيان سور هاد لي لونتي. كيبغيو اختي الميك اب وانا حنا غنديروا الميك اب، وغادي نجرب معاكم فون دو تان ديال شي غلام ديجا درتو وكنت مزروبه وما درتوش في خاطري، غنحاول نعطيه فرصه اخرى جاني عادي. المهم اول حاجه غادي ندير ليكرون ديال بياضي اللي كنهضر لكم عليها ديما، ليكرون ديال بياضي اللي كنهضر لكم عليها ديما ديما ديما، واعره 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 ضروري اختي ليكرون، ضروري ضروري اختي. واخا نكون خارج في العشيه، انا تاع العشيه كندير ليكرون، خاصني نهزكم شويه عشان لي لونتي ما خارجن ما حتى شي حاجه والله حتى مباشره فنين. وهاد لي لونتي كيبغوا الميك اب ما يمكنش غادي يديروهم بوحدهم. دابا مزيان شتو على اكله، شوفوا قبيله وجهي كي كان، وشوفوا الاكله اللي كيعطي هاد ليكرون ب 119 درهم البيضات ديالي ديال بياضي كنهضر لكم عليه ديما، راه كيديروا التوصيل للجميع المدن المغربيه بمرطب او ميم طون اكرون خطير البنات، تحتاجي كاع ديري شي مرطب. هانتوما البيضات ديالي انا درتو غير بوحديته، فاش كنبغي الترطيب زايد كنزيد شويه اختي فنن هاد لونتي ديال بحال ديال باربي. المهم ضروري اختي تبغي مره اختي تبغي مره تبدلي، وراجل كيكره لي رونتي ديما مدبده معاه، حيدي عليك عينك زوينين هادي، كنقول له شريف خليني بخاطري وصافي. فمينا شويه غادي ندير كاكاوات، هذا فيه اللوين كنت خديتو من سيدي حرازم، وديما كتكون عندي شي شيفونه كنمسح فيها يدي، انا مهووسه بمسح يدي. غادي ندوزو دابا باش غادي نديرو هذا، هذا ديال شي غلام البنات، عارفين واحد الوصف انه زعما تيكوتري وما عرفتش شنو، ما عرفتش المهم انا نعاود نجربو ونشوف. حيد هادي حيت صافي انا كنكره الكريمات نخلي فيهم هاد سميتو ولا اي حاجه ما تنحملش. ندير بهادي
هانتي اختي لا ريفيرونس اللي عندي انا بورسلين هي اللي كناخد ديما في شي كلا. هانتي اختي تبدا دير فون دو تو لي رونتي اختي ما تيبقاوش مجهدين. نشوف قلق قويت ها هو شيكلا وغادي ندير. المهم انا بنات الطريقه ديالي في المكياج تندير داكشي اختي اللي تيعجبني وصافي. زعما انا ماشي بروفيسيونيل ولا شي حاجه ولا عندي هذه قبل وهذه مور. هانتوما كي ديري شتو غير كنبداو نديرو هكا الفون دو تان صافي ماشي بقاوش يبان داك القوه ديال لي لونتي الخارقه. المهم انا غنشوف كي كون ما خصنيش نديرو بالباس والباس تيمسح. المهم غادي نعاود انا تحبش ندير عمقي صراحه الفون دو تان عندي هاد البيجي بلاندر كنت خديتها بخمسة دراهم مكنبغيش نستغنى عليها ديما كنصبرها. انا نشوف وغنقول لكم الحقيقة قناديا نجرب جهة بوحدها وجهة بلاش. اوه هاتي تختفي الصفر في عينك لاتني شحال هادي ما درت لكم هاد التجهيز وما كتطلبوا ليا بزاف كتطلبوا لي اختي بزاف. اسمع الاضاءة تقريبا من كل واحد هو راه البنات راه عمقي بيض بحال بحال صراحة صعبة. عطاو واحد الوصف شتو صافا ماشي كوفغون كوفغون ماشي كاع تيدرق لهاديك الدرجة. فون دو تان عادي ضيعت فيه فلوسي حيت كانو كيعطيوه واحد الوصف. انا داكشي اللي كنشوف فون دو تان خفيف جدا واش مخصنيش نديرو بالبانسو لا ولا مخصنيش فون دو تان خفيف جدا واش خاصني نديرو بيدي ما نعرف. قلت لكم البنات ما عجبنيش نشوف نديرو بيدي صافا انا عطيه 7/10 وبزاف 6/10 شي حاجه اللي ما غاديش نعاود نشريها. ماشي كلشي كيشكروها في لي كومونتير في شي انت كتكون بصح حيت كل واحد والذوق ديالو. صافي اختي انا مكياجي خفيف ظريف غادي ندوز دابا للحجبان ندير هذا ولكن هذا والحجبان والعينين فاتحين ولي رونتي فاتحين خفت نديرو وندم. المهم غادي نجبد القلم ديال العينين قلم الحجبان ياكم ماسكارا البنات هاد الماسكارا واعره ها هي سميتها ديال اسانس اكسترا سترونغ صراحه كتشد كتفيكسي ديال بصح كديروا بهذاك البراو اللي شفتوا ولا ما عرفتش كيقولوا ليه. ملي اختي تنكره نطيح انا يدي الله يستر ما عادش فيها الصابون اللي شديته تتزلق. شنو عاوتاني نبدل لها 24 ساعة صافي ايه وهذا هذا مخليه في كرتون تحت راه عاودت لكم القصه واحد النهار تخشى ليا من بين الكوافوز واضطرينا نقلعو هاد سميتو كامل ونخليه اختي هنايا صافي وانا اختي راه ما تنفيكسيش بلا بودر مي غادي نفيكسي دابا. هذه هي فلور ماغ البنات زوينه صراحه تتشد ها هي خديتها بروموسيون ب 1000 ريال من سميتو كنديرها شبه هذه صراحه خديتها بروموسيون ب 1000 ريال اختي ما عرفتش فين هو داك ديال المهم نديرها عاد بروموسيون ب 1000 ريال من بيم هكا لان انا البشره ديالي ماشي شتو تفرق
انا ما كنبغيش ندير لابودغ بزاف، عرفتش علاش اختي ما كتجينيش. ما اختي ستغي شوفي لو تان شتو انا ما كنديرش الكونتور، ولكن خاصني نديرو. علاش هذاك الكونتور درت فيه ولي 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 شيتات كاملين انا قالبه طال نديرو بهذا ديال الكونتور درت فيه فراج. انا ما عنديش داك القانون ديال هادي ندير هادي وهادي ندير هادي، الصراحه نعاود نغسل مخي يلاه غسلتو. الكونتور غادي ندير هادي ديال شي ولي 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 يلاه حليت انا الحمد لله ما طاحش ديال سميتو تهرست لي اختي حنا غديرها في الكرطاب ومسافره وهي تهبس. غير شوفي لو تان ما عرفت كيفاش كنقول اختي انا راه مفهمش بزاف في الميك اب. احسن حاجه هي تماكي وتنخشي داكشي ترجعو غير باش ما يبقاش يبان ليا الفرق ما بين الفون دو تان وهذا. كنعرفش اختي ندير الكونتور صراحه شتو ما كيبقاش باين داك الابيض زعما راه كونتوريت. كيعجبني شخصي كونتور ان واخا نحاول ندير مكياج غوز. نخشي هذا هنا شي حاجه غادي نرجعها في الاخر كتقدم ليا نقيقيه. حتى هذا هنا وغادي نجبد هذا الفراجو اللي شريت 120 ولا ما عرفتش شحال 120 جبتها لكم. هذا لا ريفيرونس 01 خطير باغبي وير شوفوا وير وهذا كيحمق كيحمق وير شتو وير بزاف. لا ريفيرونس 05 وير 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 شوفي انت نبان انا راه انا نحطو هنا نخلط بيناتهم جو بونس. المهم انا غادي نشوف فوق عينيا بغيت ندير غير هذا قايلين اختي غادي ندير اش كيقولوا ليه هذه فيها الغوص شو نخلط عندي 70000 كاس ونخلط غادي ندير شي ديال هذا اش كيقولوا ليه الهايلايت هانتو دير شويه هنا صافي اختي. وغادي نجي غادي نجيب شي بانسو هكا غادي ندوز باش غير نوحد داك اللون ندوز غير بهذا ها هو شي كلام هادي زوين. كنجبد عيني البنات وكنخرج انا عايش مع فاغ بوبي وما اختي نشهد ندير اختي شي مكياج. واعر واعر فاش كتخرجوا هكا ديروا العينين كامله كتولي تبان العين محلوله وكبيره. وبيان سور البنات ما تنساوش ان مباشره راه المكياج ماشي هو الكاميرا كتعطيش حقه شتو. اختي دابا هادي ساليت منها غادي ندير اختي شي ديال الهوزي شي ديال الغوز ندير هادي مع انني اختي عندي بنوتات وليت ام بنات شتو كيجي بحال باربي غير الجناب هكا واحد الصفحة ديال الموسيقى ديال بنيات شوف اوه اوه اختي شي زوين شتو جو زوين. صافي اختي ساليت وفراجو شنو شنطن راه حتى نصور ليكم
شي اش كيبان لكم داكشي تعطل فراجو شي كلشي سدير فيه العجب معجب دير فالو اللي بانت لي حدايا كنشد هكا كنضحك ضحيكه وكنطلع ضحيكه وكنطلع ودابا غادي نقص منه غادي نشد هادي وشي سادي درت بها بودر صافي كنعاود ندوز باش كيخفاف شتو دابا غادي ندوز الحجبان اللي اختي انا وزهري مره يصدقوا لي مره ما كيصدقوش لي شوفوا الاضاءه في الضو يعني الماكياج كيبان عادي مع الاضاءه راكم عارفين بحال الرينغ لايت هادي شفتوا المهم تنوريكم لاني دابا تنبان هابطه عليكم دابا شنو غادي ندير غادي ندير عكير النود هادو اللي كنت خديتهم داك النهار مع المومي دريال قلت البنات نمسح باش ما يبقاش فمي يمد باش يشدوا لي العكوره صراحه تقربت لانهم تقريبا نفس الالوان نشوف كاين هذا بحال الاورانج والله هاد لا ريفيرونس كتلقاهم في دوك الكره الغاليين وكاين هذا لا لا هذا اللي بحال اورانج هذا اللي بحال اورانج وهذا ندير هاد الغوز خلطته انا عمري درته بوحدو دراسي هكا الناس اللي كيسحب لهم داير الفيلر ما درت لا فيلر لا شي حاجه انا فقط درت الهوليوود سمايل ومره مره ما عرفتش علاش يبقى يبان فمي من فوق جو بونس حيت كان بدات الطريقه ديال العكر كنهبط هنا كنجي هنا كندير ها عاوتاني هكا يا اختي داك بيوتي بلندر نقز مش انا نمسح وما نعاودش هنا كنكبر هنا غير هادي غير القليب اللي عندنا هنا وصافي انا كنخرج غير هنا وفاش كنبدا ندوز كنهبط حتى لهنا القهيره كنهبط حتى لهنا شفتوا كيحمق اللون بحال لي شي ريفيرونس غاليه ريفيرونس اختي ما كايناش فهاد العكوره 100 ريال دوماج المهم سميتو ميس 2000 كيفقصو ما دايرينش الريفيرونس شفتوا كيحمق اللون ها خطير خطير شتو فن اختي ودابا غنمشي اختي باش غادي نوريكم غادي نلبس ماغيش ندير ايلاينر جو بونس بلاش ياك البشره اختي واعر وصافي البنات دابا غادي ندوزو للشعر راكم عارفين مبغيتش نستعمل البلاك بامكاني نجبد دوك شنيت فات وداكشي ولكن انا غادي نديرهم واحد لاستيوس انا غادي ندير الفرقه في الجنب حقاش البنات كتجي زوينه وشعر غير دايره لي غير توشينغ البنات مبغيتش نحرقو راكم عارفين قلت فيها رجوع بركه متحرق شعرك وداكشي ولا كل البنات اللي عندي والله العظيم تتبان اورانج في الفيديو مي هي ماشي اورانج حتى الدرجه ان شاء الله غادي نحاول انني لا المهم نحاول انني ما نصبغش الشعر نهائيا هو الميك اب شوفوا زوين صراحه هاد البنت قالت لي هاد الكريم هاد الكريون ديال اسانس راه غيتجلخ وداكشي اختي غير الله يستر المهم واعر واعر جف
فنقول لي في الكومنتار كيفاش جاكم. طلعوا لي اختي المورا واخا ما يعجبكمش اختي، والله الا مباشره وار وار جا بحال باربي شفتو، واخا ما كانش يدير الكحل الباج. المهم وصافي يا ولي دابا غادي نوريكم اختي اشنو غادي ندير. الريحه اللي غادي ندير هي السكوندر هذه من جيفان، ماشي جيفان شي جيني كوليكسيون. ها هي ريحتها البنات فنه وسكسي، بما ان انا اختي خارجه مع الزوج نحيو اختي الحب وداكشي، والحب راه ديما كاين في حياتنا. اوه ريحتها واعره بديت كنتقرب بزاف حاشاكم. فغادي ندير هاد جيفان شي ياكو، وغادي ندير اختي غنختار هاد الساعه ديال بيفل كاري، كنت خديتها من عند كادي جوليري واعره ياكو. وغادي ندير خويتمي، نحيد هذا انا ولا غادي ندير هذا احسن، وهذا ما غاديش نديرو. وبالنسبه كده ديال السنسله غادي نخلي هادي، والزواق حتى هما غادي نخلي هادو. فغادي ندير اختي هاد الخويتم. غسلت يدي بيان سيغ، فاش تكونوا كتماركي وغسلوا يديكم البنات ما تنساوش، لان غتقيس تنساو وغتقيسي اختي حوايجك وغيوليو عامرهم بالفون دو تان. داكشي كنت كندير شحال هادي الساك تيعمر بالفون دو تان، كلشي تيولي حالته. والساعة غادي نخليها بلاتي، وغادي ندوز اختي باش غادي نوريكم الكريم اللي غندير. تسنى الكريم اختي اللي غادي ندير، ونعاودو نديرو اش كيقولو ليه هذا ويلي بنات فكروني مزيل العرق ديودورو ياكو. غادي ندير هذا وندير هذا وغادي ندير هذا ديال اسمه بوسير العشق الدمار سكسي. لا بغيتي اختي تي غادي اختي والراجل لاصق فيك ها هو غلاق في خليت في الكونتراكت. ما درتش ندير انبوكسين في انستغرام، شوف غادي ندير غير شويه ما غاديش نقوي نقيطه بحال هكا لانه ريحته مجهده. ندهن اختي يدي باش تقاد ديك لابريونس هانتوما، وداكشي اللي كيبقى كنديرو هنا. ريحته راه كتسطي بنات، خدو هذا ديال بسمه بوسير راه سيكسي لواحد الدرجه ميمكنش. صافي جو بونس ما غاديش ندير هذا، ما غاديش ندير الكريم باش ما نعيقش باش ما يجوش الروايح مجهدين. وهذه هي البنات كيقولوا لا بارابول ديجا بارطاجيت معكم زوينه يا البنات، ولكن يا اختي بحال اللي بداو تينوضوا لي شي ورسيسات هنا ما عرفت اختي من هذه ولا ما عرفتش. غادي ندير اختي ديودورون كتخرجيها بحال هكا، نديرو اختي هنا نديرو اختي هنا خر ديجا داير انا ديودورون. كان اختي نعاودو باش تنعاودو اختي نحيو الريحه. هانتوما درت هاد الضوف وغندير هاد الريحه، ودرت هاد الزيت اللي كيحمق ريحه العود الزوينه، داك العود اللي سيكسي، داك العود اللي فنه، عود ملكي ارغان بودي اليكسير، بودي اليكسير خطير 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 البنات خطير. وهانتوما بنات الميكاب كيفاش كيبان، فريمون كيبان واعر بزاف بزاف، فريمون كيبان فنجه بحال بوبيه. وصافي دابا غادي ندوز باش غادي نوريكم اشنو غادي نلبس. الو البنات غادي نلبس كلشي في الغوص، غادي نلبس تشهيت اختي نلبس الغوص، غادي نلبس شوميز في الغوص، ممكن نحيد ليها هاد اللباس هادو ديال واحد سميتو شوميز في الغوص، اوكسيوا في الغوص هكايا ديال القطن ولا ما عرفتش كيقولوا لي هذا. يا كنت خديتها من شاين بغيت نلبس كلشي في الغوص. وغادي ندير البنات هاد السويك هذا اختي، ها هو غادي ندير هاد السويك هذا ديال شانيل، غادي ندير الفيديو ديال هاد السويك الزاهيه بزاف جابوا لي راجلي، كاع الحاجه اللي كيجبر لي راجلي كتكون عندي زائيه هذا. وغادي نلبس هاد اللبيسه، وغادي نلبس البرديله ديالي وتقشرات بيضاء البرديله اللي خديت ديال نيو بالونس. صافي اختي هانتوما معايا.
الريحه وكنت غنسى الساعه. غادي نتريح بهذه سكندال هنا هنا ونديرو هنا ونتريحو. وهاديك السويه اختي تتهبط ونديرو السويه اختي تنموت انا على السويه. ضروري 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 قولي نتوما شنو الحاجه نقدرو نصنعو. لا انا عندك الساعه والريحه عرفتو لا خرجت بلا بيها تنتعقد. واحد النهار خرجت بلا بيها مشيت عند السفير مسكين شتا شبعت صافي. انت اختي درت سويه بارفان وصافي اختي ودابا غادي نمشيو. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. واذا كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو قولوا لي في لي كومونتير. منها كتحتس معكم ومنها كندير لكم واحد الميكاب اللي تقدروا حتى نتوما ديروا فحالو. داكشي اللي كنقدر عليه كبدات ديالي كما راكم عارفين انا زعما ماشي ميكاب ارتست ولا شي حاجه. وهاد الفيديوهات البنات كنت كنديرهم شحال هادي وكان كيديرهم لي انفلونسرز واليوتيوبرز شحال هادي وكيرجعونا اختي للزمن الجميل. وصافي كبدات ديالي نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي. ما تنساوش لايك كنبغيكم بزاف. Thank you.